الحقيقة مسرحيات كتيرة قوي من المنتظر عرضها خلال فعاليات مهرجان العالمين، واللي في الحقيقة اتعرض منها بالفعل وأبهرت الجمهور، ومنها مسرحية الشهرة. تنوع كبير في الأغاني والعروض الفنية اللي موجودة في المسرحية، وده المميز في خالد جلال، إنه بيختار دايما الناس الصح في كل عمل هو بيعمله. ففي الحقيقة هو اختار للأعمال الموسيقية في المسرحية أحمد طارق يحيى، وجمانة ماهر عملت معاه لقاء. هنشوف دلوقتي لقاء جمانة مع الملحن أحمد طارق يحيى، ونرجع نكمل الكلام. لسه كلامنا مستمر عن مسرحية الشهرة اللي بتعرض لأول مرة على مسرح يو ثياتر ضمن فعاليات مهرجان العالمين في نسخته الثانية. يمكن فكرة المسرح هي أول مرة تقدم في هذه النسخة في مهرجان العالمين، وخليني أقول إنه في صدى واسع جدا لمسرحية الشهرة اللي اتقدمت هنا الحقيقة، من حيث بقى الموسيقى، الكوريوغرافي، الرقصات الاستعراضية على المسرح، حتى المواهب المقدمة، الممثلين الموجودين على المسرح، حاجات كتير جدا وتفاصيل كتير جدا في مسرحية الشهرة. خلينا نتكلم تحديدا عن الموسيقى، ومعايا طبعا الملحن أحمد طارق يحيى. منورني. أخبارك إيه؟ الحمد لله. أنا ببارك لك على علي ما شاء الله، يعني ربنا يا رب يخليه لك ويتربى في عزك. إن شاء الله ربنا يخليك يا رب. Thank you so much. وببارك لك كمان على نجاح المسرحية. المسرحية ده ثالث يوم عرض، لكن في أولا في أودينس كبير جدا، في ردود فعل قوية جدا على المسرحية، وبما إحنا بنتكلم على مسرحية أصلا ميوزيكال، فالميوزك أو الموسيقى خلينا نقول ليها دور كبير قوي في نجاح المسرحية دي. خليني أعرف منك كده في البداية، لما جات لك إن أنت الأوبورتونيتي أو الفرصة إن أنت تقدم ألحانك عن طريق مسرحية ميوزيكال، ده كان بالنسبة لك خفت شوية ولا ترددت ولا حسيت لا أنت عايز تعمل حاجة جديدة؟ بصي، هو أنا طبعا يعني المعروف إن أنا بعمل الأغاني والإعلانات والحاجات دي، مش بعمل الميوزيكلز، بس أنا بعمل مع أستاذ خالد من زمان جدا. أستاذ خالد جلال هو يعتبر أبويا الروحي، هو اللي مربيني أصلا، أنا شغال معاه من وأنا عندي 9 سنين، فكبرت معاه لحد ما بقيت بوزع وبلحن وعملت معاه أكتر من يمكن 15-20 عرض في ميوزيكلز، آخرهم كان في موسم الرياض مع أستاذ محمد هنيدي اللي هو رمضان مبروك ميوزيكل، وده كنت عامل كل الألحان والتوزيع بتاعته برضو، ونفس التيم على فكرة اللي كان كاتب برضو كان محمود المليجي، واللي كان منفذ الوتريات وتأليف الأوركسترا كان وجدي الفيوي. فاحنا كل يعني مش اكسبيرينس جديدة عليا أنا سبيشلي مع أستاذ خالد، بس هي الجديد إنها النهاردة في العالمين في مصر، واحنا فخورين جدا بالمستوى اللي انا شايفه كساوند سيستم وكتجهيزات في المسرح وكاودينس، الناس بتيجي الجمهور، حاجه تفرح بجد. يا رب يكون دي البدايه للعالمين، ان هي دي يبقى فيها في العالمين مسرح، ودايما نشوف مسارح كتير ان شاء الله في مصر كلها. شايف ايه اللي مختلف في مسرحيه الشهره اللي قدرت تحققه على مدار 3 ايام، وده وقت صغير جدا، وقت قليل جدا، شايف ايه الفاكتورز او العوامل والجديد اللي قدمته مسرحيه الشهره عشان تنجح النجاح ده؟ بص، في كذا عامل. اولا المكان، عمر ما احنا دايما بنروح الساحل عشان نخرج عشان نروح بحر بتاع، عمرنا ما كان في مسرح في الساحل، فبالنسبه لهم دي، بالنسبه للناس دي اكسبيرينس جديده وخروج عائليه مش تراديشنال موجوده في الساحل، ده اول حاجه. ثاني حاجه بالنسبه بقى للشهره نفسها كمسرحيه، من الصعب جدا ان انت تعملي مسرح بشباب بس، ما يبقاش فيه سوبر ستارز، ما يبقاش فيه نجوم شباك، ويبقى الاقبال باللي احنا شفناه ده والشيرز والحاجات اللي حصلت دي، لانه الشباب كلهم دايما كان استاذ خالد معودنا على الموضوع ده في مركز الابداع الفني او في الورش بتاعته، انه هو بيخرج كل النجوم دي، فلما هو خلاص بقى زي ما في براند، هو عمل لنفسه براند، فبقت الناس بتيجي على اسم استاذ خالد جلال، عارفه انها هتشوف حاجه. فلما اجتمع النهارده معاكي حاجه 40 يمكن او حاجه 50 ممثل وراقص، لما الناس عارفه ان استاذ خالد جلال هو اللي بيعمل المسرح ده بالتيم اللي معاه كله بالممثلين دول، هم وثقوا في ان هم موجودين، فده المختلف، ان انت النهارده معاكي مسرح كامل ما فيهوش ولا سوبر ستار، والعرض ما اعرفش شفتيه ولا لا، يعني النهارده لو هتشوفيه بتضحكي، بتعيطي، بترقصي، مبسوطه، فبجد العرض في منتهى اللذاذ، عشان كده ده المختلف في الشهر السنه. انا شفته الحقيقه، بس انا يعني
يعني انا بالنسبه لي العرض كان فكره ان انا اشوف شو زي دي موجوده بميوزك زي دي بكواليتي زي دي تتقدم على مسرح. انا بالنسبه لي كان شيء مبهر الحقيقه. يمكن احنا بنتفرج دايما على برودواي مولان روج الحاجات دي كلها، لما تلاقي فعلا فاكتورز بجد انت مقرب جدا من المنافسه دي، دي حاجه مهمه بروحنا احنا كمان. هو ده اللي احنا بنحاول ان شاء الله ان احنا نكبره. في رائدين كتير عملوا مسرح من زمان، احنا طول عمرنا بنسمع فؤاد المهندس ميوزيكلز، بنسمع ثلاثي اضواء المسرح، بنسمع كل الناس دي، احنا في دمنا الميوزيك وفي دمنا الميوزيكلز كمان. يعني انت لو سمعتي بص شوف مين يا وعدي ده تحسيها دي ميوزيكل، بس ازاي بقى تتطور وتبقى شبه الحاجات الغربي، ازاي ندخل الالمنتس او العوامل الجديده على الميوزيكل، هو ده دورنا احنا بقى، احنا نطور ده بتراثنا اللي موجود ونعمل حاجه جديده تليق بالثقافه المصريه واللي الناس عايزه تتفرج عليه. احمد ميوزك هي رساله، وانت دايما يعني اوت اوف ذا بوكس، دايما بتقدم حاجات جديده، حتى يمكن الكلمات اللي انت بتلحنها بالنسبه لنا بتبقى جديده. فعايز اعرف منك مسرحيه الشهره عشان تقدم قطعه موسيقيه توصل للناس تناسب العرض، ان هو كوميدي وموسيقي وفي كمان يعني بلوت تويست موجوده في العرض، انت ازاي اشتغلت على الفكره دي؟ هي الفكره طبعا بتبدا في العادي من استاذ خالد جلال، وبعدين هو بينقل الافكار بتاعته او اماكن الموسيقى او الحاجات دي كلها او البلوره عامه بتاعه الفكره لمحمود المليجي اللي هو كاتب الكلمات، وبعدين بتجيلنا الكلمات كاماكن وك ستوري يعني او قصه للحكايه، احنا بنبتدي نترجمها ميوزيكلي بقى انا والتيم اللي معايا سواء وجدي الفيوي كتاليف وتريات واوركسترا. احنا مسجلين كل الاوركسترا دي في براغ، كل الكمانجات مسجله في براغ، فده معناه ان احنا معانا ليفل بجد مشرف ويقدر يتذاع في اي حته في العالم ويبقى الناس مبسوطه بيه وسامعه. الميكسنج والماسترنج عمار خاطر، فاحنا الليفل بتاع الموضوع بيبتدي يحصلوا الكرييشن ده على ستيبس معينه، بتبدا من استاذ خالد بتنتهي عند عمار خاطر لحد الناس اللي بتشغل الساوند في المسرح، كل دي الستيبس اللي بتخلص الموضوع. متخيل ردود الافعال دي؟ والله انا متخيل اكتر ان شاء الله. لسه العرض بثلاث ايام بس دلوقتي، الناس ما لحقتش قوي تيجي وما كانش عارفه، ومع ذلك العدد اللي بيجي كل يوم بيبقى اكتر من اللي قبله، والمسرح مش صغير، مسرح كبير جدا وعمال يتملي. انا متوقع ان لو العرض ده اتعمل له اعاده عرض سواء في القاهره او في العالمين واتعمل له دعايه برضو زي المره دي، اي ثينك انه الموضوع هيبقى فيه يعني عدد اكبر بكتير من كمان اللي جاي ان شاء الله.